دقيقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل يقول: تسألني زوجتي عما يحدث في حفلة التخرج من لبس الشعر المستعار إلى غير ذلك. لقد أجبنا في سؤال سابق أيها الفضلاء المباركون أن هذا الأمر لا يجوز، لعن الله الواصلة والمستوصلة، والوصل هو إضافة شعر مستعار إلى الشعر الأصلي، سواء كان هذا عبارة عن الحواجب أو في الرموش أو في الشعر الذي فوق الرأس، فلا يجوز حضور مثل هذه الحفلات ولا يجوز المشاركة فيها، أسعدكم الله بطاعته. ولقد تكلمنا كلاما واسعا من كلام أهل العلم وفتاوى اللجنة الدائمة وغيرهم فيما يخص من لبس القبعات التي هي من شارات ومن عادات النصارى والقسس التي تكون في حفلات التخرج، فاحرصوا على عدم حضور ذلك، أسعدكم الله بطاعته ورضوانه، ونسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد والنجاة من كل شر، والله أعلم.